مدريد ضد رقم رهيب رقم مفزع مزاح فولفسبورغ والمان سيتي يمشي كرة جول مش ممكن الأولى عاصمية الريال مش ممكن على الكرة الأولى خمسة دقائق وأول انذار أول تهديد أول خطر أول خطورة يمشي ويلزي يضرب الكرة ثاني هداف في تاريخ ديربي مدريد الرأسية فيليبي مر يا فيليبي امشي يا فيليبي وسط الكره من يسدد جابي يعطي كره خطيره اي 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 اوفسايد اوفسايد لكن مس الفينال بيروح الانتصار الى التاتي يلعب خطيره وفعل ضربه جزاء فعل ضربه جزاء لاتلتيكو مدريد فعل ضربه جزاء لاتلتي تكلمت وانتقد وحدثت غريزمان وبرا على العارضه غريزمان كورة مرت سلامات يا الريال سلامات بي 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 رونالدو مش ممكن وكورة من لوكاس ومازال والثاني وكورة ضاعت مش ممكن كورة قد يندم فيها ممكن فيها الحسن انو الريال ما قدرش المباراة وانا ممكن عادوا وانا كلامي صحيح خلاص اللي ضيع يقبل يا المرنجي كاراسكو عادل المباراة عادل النهائي عادوا من بعيد مش شيامل مارسيلو يهرب وخلاص وضربات التشهد يتكرر في كل نهائي مع ركلات ترجيح الأعصاب والدعوات والتلاوات والصافرات الاستهجان والتشجيعات كله في عالم المستديرة الله يا الجلد المدور يمشي باسكيز يتقدم لوكاس يحطها 1-0 دي الريال 1-0 ضيع كورتين في المرمى ويضيع ضربتين في نفس النهائي ولكن في المقابل هناك الرايا كيلور نواس وغريزمان وحطين قلت لك صعب جدا انه يضيع مرتين غريزو في الجول 1 للتاريخ هذه هي ذكريات النهائي والبوم الصور في الفاينل في ركلات الترجيح يمشي مارسيلو حتى 2-1 هبلة البرازيلي هبل البرازيلي يعرف صعوبة الموقف يعرف خطورة الرهان جابي يمشي جابي حتى عالمي يا ولد عالمي أيو هدوء أيو تألق أيو إصرار كورة من جارد بيل أيو صور من هذا النهائي أيو صور من هذا الفينال أيو لقطات من هذا الفاينل يمشي جارد بيل وحتى إليد المرنجي في نفس الزاوية الريال يشوط عمن على أبيض ومن على أحمر الأبيض منعرج ركلات الترجيح يمشي فيها الصول وحتى 3-3 بنفس الطريقة 3 يمين 3 يسار 11:30 والنصف بالتوقيت الأوروبي يمشي راموس من بعد وين ماشي جار راموس يصبها ويحطها ونفس الطريقة في اليسار يا المرنجي يا كيلور ابكي نباس يمشي خوان يشكي يمشي وشدها خلاص 4-3 للريال 4-3 للريال من أجل حلول تلك الطفلة كيلور كريستيانو رونالدو الخامسة الخطيرة هل تكون الأخيرة يمشي كريستيانو رونالدو فرق